من محمد عم يسألني شو أي نوع لبن صحي أكثر، هل هو لبن البقري ولا لبن الجاموسي؟ رح أعطي شوي فرق لأنه في كتير أشخاص يمكن بيفكروا أنه ما بيعرفوا الفرق بيناتهم، ما بيعرفوا أي أحسن، ما بيعرفوا شو اللي لازم يتناولوا. رح أحكي عن اثنين ورح نعمل مقارنة سريعة بين اللبن اللي هو لبن البقري ولبن اللي هو لبن الجاموسي. رح أحكي أول شيء عن النشويات أو اللي هو اللاكتوز أو السكر اللي موجود باللبن. السكر اللي موجود باللبن بالميلتين بالاثنين، يعني اللبن البقري ولبن الجاموسي، نفس الكمية، نفس كمية السكر. إنما لكل الأشخاص اللي بيعانوا من عسر هضم اللبن وبيعانوا من وجع بطن لما يكونوا عم يتناولوا اللبن البقري، لما في كتير دراسات بينت إنه لما هالأشخاص يستبدلوا اللبن البقري باللبن الجاموسي هالعوارض بتخف. فلكل الأشخاص اللي بيعانوا من أوجاع بطن، ممكن من إسهال، من كل العوارض اللي هي أصلاً بتسببها تناول اللبن اللي هو اللبن البقري، ممكن هالعوارض تخف عند الأشخاص اللي بيتناولوا لبن الجاموسي. تاني شغلة عن البروتينات، تقريبا البروتينات اللي موجودة باللبن البقري هي ذاتها البروتينات اللي موجودة بلبن الجاموسي، والدهون، دهون اللي موجودة بلبن الجاموس تقريبا 2 جرام أكثر، يعني لبن البقري بيحتوي على نسبة دهون أقل، فهذا الشيء طبعا رح يغير بالوحدات الحرارية، يعني بلبن البقري تقريبا كباية أو كوب بيحتوي على 150 وحدة حرارية، أما الكوب من لبن الجاموسي بيحتوي على 170 وحدة حرارية، ففي شوية فرق بالوحدات الحرارية. كمان في شغلة بدي أقولها لكل الأشخاص اللي بدهم يجربوا لبن الجاموسي لأول مرة، طعمه حد شوي، يعني يمكن في كتير أشخاص بيقولوا أنه طعمه منه كتير طيب، بدنا فترة لحتى نتعود عليه لأنه طعمه حد. أما بالنسبة للفيتامينات وللمعادن، تقريبا لبن الجاموسي بيحتوي على نسبة فيتامينات ومعادن أكثر من اللبن اللي هو اللبن البقري. ليه؟ لأنه خاصة أي نوع معدن موجود أكثر شيء بلبن الجاموسي هو البوتاسيوم. طبعا لكل الأشخاص اللي ما عندهم مشكلة أبدا بالبوتاسيوم أو ما عندهم مشكلة بالكلى، وجود البوتاسيوم هذا الشيء زيادة، يعني هذا الشيء مفيد لهم. إنما للأشخاص اللي عندهم مشكلة بالكلى بدنا ننتبه إنه قد ما فينا نكون عم نبتعد عن لبن الجاموسي.